انطلقت فعاليات ملتقى الفنان العالمي عمر حمدي للفن التشكيلي الثالث على خشبة المسرح الثقافي وفي صالة المعارض بالمركز الثقافي العربي بالحسكة، والذي يستمر طيلة الأسبوع الحالي. طبعا هذا الملتقى بدورته الثالثة وبقي باسم الفنان الراحل العالمي عمر حمدي، هي فرصة لتجميع الفنانين الحسكة، وهناك مشاركة من أكثر من 25 فنان تشكيلي في الحسكة والقامشلي. سيكون هناك ورشة في الحسكة ومعرض جماعي لفناني القامشلي. طبعا هاي الأعمال تجسد واقع الحالي، وهذا دليل على أنه الفنان، هذا الملتقى دليل على أنه الفنان مستمر والثقافة مستمرة، وبالتالي راح نستمر بالعمل ونعكس الصورة الجيدة والصورة المعروف عنها محافظة الحسكة. معرض طبعا إحياء لذكرى الفنان الراحل عمر حمدي، في مجموعة مشاركين المعرض مشترك، أنا مشارك أحد المشاركين في هذا المعرض، مشارك بعملين جرافيك وعمل زيتي. لأن مشاركاتنا هاي بداية واستفتاحية، لأنه هذا مهرجان عبارة عن أنه بدنا نلتقي، نتبادل الخبرات المعلومات ونرسم سوا كلياتنا بروح التعاون والبهجة مع أصدقائنا الفنانين. مجموعة لوحات للفنانين الموجودين بمحافظة الحسكة، يتناولن الحصار والعطش والتكادل العربي. اللوحة كانت عبارة عن واقعنا الحالي مع لمسة التراث، تراثنا الحالي. حفل افتتاح الملتقى تضمن إقامة معرض للفن التشكيلي شارك به عدد من الفنانين من أبناء المحافظة بثلاثين لوحة فنية تعددت أغراضها ما بين التشكيل الفني والبورتريه والتراث والطبيعة والمشاهد الحياتية من ريف المحافظة، فيما أقيم نشاط لمزج الصوت والصورة على خشبة المسرح الثقافي بالحسكة. أحمد الحمدوش للإخبارية السورية، الحسكة.